بعد نواصل على دبي غطت الطيارة احنا دغري على جول فود، اكلت حمص انبسطت واذ طلعت الفكرة بدها دسير. طيب رح اعرفكم يوم على مايا، ما بتاكل، بتعمل سبور، ما بتاكل سكر، ما بتاكل جلوتين، كتير بتنتبه على حالها. قلت لها تشالنج، how many desserts can you do with me؟ سو الفيديو هو عن انا عم باكل دسير وهي عم تفرج علي، or else نحن بدبي مول، كم دسير فينا اكل وشو هن my favorite؟ منبلش. مايا يلي هي عندها انسن سويتس يلي اوريدي صورناهم وعرفتكم عليهم، وهلا عم تعمل شيء كثير طيب كامينج سون يلي هن البوزة، لا الكولد كريمز، نو شو اسمه هن؟ وي ابجريدينج انسن سويتس برودكت، بس حنخليها شوي سربريز، بس سربريز. ايه حنخليها بس انه ابجريدينج. اوكي قررنا نوقف عند اوكبري لانه اوكبري بيستعمل البينات، فيني اقول البينات بطل تبع مايا، ف وجانولا كمان وجانولا، ف ماي فيرست فيفورت رح تكون وحده صغيره أسيا، لانه انا مقتنع انه أسيا منيحه صحتي وبخليني هضم قبل ما نقلع بالاشياء الاعلى شوي. انا ردي، انت ردي؟ يلا اعطيني رايك اليوم بدك تاكلي معي ولا ايه؟ حقيقة هلا هيدا لانه من انسن سويت اكيد حاكل. فيري جود بينات باتر، فيري فريش كونتري اوتس سلايد اند اميزنج اساي، ماي فيفرت اساي ان تاون. توب صورك عم تخلصيها او بس انه الانسنت سويت خلص كثير طيب، السولتينس تبع البينات بوتر مع السويتنس تبع الاساي مع بعضهم، سولت اند سويت اكسلنت، والكرانشينس تبعت الاوت تبعت الجرانولا فيري جود. سو رح خلص هيدي، انا مقتنع انه منيحه لصحتي تهضم ونبلش هلا على شي شوكولا. لوين حتاخذني؟ فولو مي. لوين؟ تشوز ون. شو عبالك؟ دارك دارك شوكليت شونك مولتن سوفت صغير عليه لا ماري سوفت مثل كوكي دو شوي، لايت كرانش من تحت طالع من الزبده، ديزرتس جود ون. خلينا ننزل على شيء هيك بعد أتقل. Let's go. باركرز عنده ماتيلدا كيك كثير مشهور، سمعت فيه بس ولا مره فكرت انه معقول اوصل واجي اكل ماتيلدا كيك. ماتيلدا از ستوري، خبريني شو عن ماتيلدا ذا موفي اند قصه هذا الزلمه اللي على الكيك.
Matilda was my favorite movie بعده لهلا عن جد. It's my favorite childhood movie. It's a big chocolate cake. It was a punishment للتلميذ. لهيدا. كرمال a very big cake. وكان يعني كتير طيب. كان شكله كتير بشهي. So it got famous. وهلا حناكله. يلا. باركرز عمل شيء انستغرامبل. زبط معه مزبوط. كل العالم عم تيجي تصور هون. ببلش ب very nice shiny chocolate dark chocolate cake and then نوصل على الاخر and we do this. وبيوصلوا كلهم وبيبرموا من هون ومن هون ومن هون ومن هون ومن هون وبتلوا الدنيا وبتوقعوا حالكم على الطاوله وبنعمل هيك وبيجوا الشباب بياخذوها اي فوالا. اوكي حلو بشهي كثير بشهي. سو ما تحش يلا جرب ما تحش سوبر سبونجي شو؟ اوه ماي جود اوه ماي جود انا ما باكل شيدر بس انا اي كانوت ريزيست بعرف اي كانوت اكستريملي سبونجي سوبر دارك انتنسلي فليفرفل لو ان سويتنس نوت اونلي انستغرامبل بس عم اعمل انستنت سويت فيرجن واو 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 هيك 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 قرب قرب طلع 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 هون حربشهم كلهم على بعضهم هيك مثل ولد صغير يعني انا ما كان punishment للصبي يعني انا بتصور انه هذا كان reward لأله enjoy diet tomorrow enjoy diet tomorrow enjoy diet tomorrow بكرة سبار انا اصلا يعني ما بقى في سؤال fine لكن ما زالك بكرة سبار خلينا ناكل بعد اف شو قوي اف شو قوي برافو شباب whoever created it برافو 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 بعدين نحن عم نطلع بالمنطقة الحلوة. بعد فيك انا بعدني بالاول انا بدي اخبرك جبتك هلا عن كاربو كاربو عنده فستق ما حدا بالعالم بيعمل فستق مثله هي مش اول مره بيجي لعندهم بيجي لعندهم لانه غير القهوه وغير الشوكولا وغير التيراميسو والدسير مشهورين كثير بالبيستاشيو لون قرشه فليفر كله بيجي مليونين سوبر جود كواليتي اثنين جوات مش معقول محل قديش حلو والناس معبيه والموسيقى عندهم بلاي ليست كل ما اجي بعمل شازام باخذ لهم الموسيقى فطلبنا تيراميسو unconventional تفضلي ليش؟ لأنه غير التيراميسو اللي بدنا ننزل لتحت تحت عم حس بأساوته على الوجه في دي بيستاشيو فيه تشوكلت انت ما عبالك لا؟ مرة أكيد أكيد؟ ما شبعتي قلتي؟ خلص واحدة دوي بس very unconventional different than all other tiramisu I've had creamy أقسى intense coffee بقلبه and the crunch on top مع chocolate cocoa powder وصلي أول مرة بدوق tiramisu مع pistachio on top honestly very good حتى في جوا كمان شوكولا كمان وعندهم chocolate well tempered nice crunch اشتلع على حقيقة واحدة That's a good stop. من بعد هون عم فكر بالشوكليت براوني. أنتوني. شو بعد من أول ليلة شو بكي؟ أنتوني. That's the challenge. شوي شوي. Cheers cheers. Cheers. ما بعتقد بتقوم تاخذ بكرة الصبح. عندي سبور وحقق في سبور أكيد. This is what I'm talking about. الأزهر إجا اهتم فينا سمعنا عم بقول بيستاشيو قال لازم ندوق تفضلي. طلعي لونه.
قرشتها طعمتها فريشنس ما بتعلق ما فيها ووتر كونتنت ما فيها هيوميديتي فيري نايسلي سولتي وحتى صار تطلع بحيالة شوكولاتة معهم اسمعي كرانش كرانش ليش في بقلبه؟ almond and chocolate واو شو لك هاي بقلبه؟ pisto and chocolate ده very good لا عن جد هيدا اكتشاف هيدا اكتشاف تاربو هيدا ادمان اسمه نعم هيدا ادمان افتح جزدانك ما هذا رح اشوف العجقة واو 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 نحن مش بالويك اند نحن بأرضية الجمعة وفي بدبي مول قد ما في باريس كلها يمكن ناس مستوفين ستف ما بتشوفوا الدرجة تبع الاسكاليتر الاسكاليترز البينهم اثنين نزول اثنين طلوع من تاني ميل مش عم بيلحقوا العالم فوق بعضها من كل جنسية العالم بتطلعوا بتقولوا هيدا من وين هيدا من وين هيدا من وين يمكن أكثر 150-180 جنسية موجودين هون شو هالدبي مول endless learning مطاعم حركة عجقة موسيقى واو لا كمية الناس تخيلوا نهار الأحد ما عبالي يكون هون نهار الأحد أبدا وصلنا هلأ على سوشيال هاوس تغيرت شوي المعطيات كنا بالتيراميسو المسقع هلأ عم ناخد شي فيت طالع من الفرن مع آيس كريم مع آيس كريم دفنتلي وهون براوني ديبت ان شوكليت لمعة روعة شوكولا اوه طلع طلع كيف البوزة بلش تدوب كيف اللمعة من جوا عمتني شو بس ما قلك الا تحط لسانك على سقف حلقك تمسيها لوحدة بتدوب شو هاي هاي شو هاي مش عم ذكركم الفيديو كيف بلش بلش الفيديو انه مايا عن ما بتاكل شوكولا ما بتاكل سكر بتعمل رجيم بتعمل سبور بس معك ما قادره تلزز ما قادره شو عامله بكره راح على سبور 6 الصبح This is outstanding عندكم بس تاكل مع الايس كريم مش معقول عندكم الفليكس على الوجه ايس كريم بتعطيها شويه سقع الشوكولا عظيم شوكليت اند براوني ان ذا ميدل لكن هي ما بتربح ما بعرف اذا هي او ماتيلدا هيدا اللي فيها ايس كريم عرفتها شوي بس الصوص الشوكولاته بعيد ماتيلدا بتربح كمان صوص الشوكولاته كلها هيك وين نكفي انا حاسك عم توضعيهم عم اهلك ما شو بدنا نعمل بانانا بودينج على ماغنوليا انا بنروح على الفروت يعني شوي خفف على الشوكولاته خفف على الشوكولاته اوكي ترارارام بتعرفي يوم مش عن جد يوم ما بعرف كيف ما حدا قدر بعد يتقلدها او تنشهر هالقد جو اتس ماي فيفورت انا كمان ساعات فتح بلبنان ورجع سكر انفورشنتلي كنت انزل مره بالجمعه هيكو الكريمينس هيكو انا جربت اعملها انست عندها بالمحل لازم تجربها شو قوي زبطت؟ نجربها؟ نجربها next time طيب بدنا نودعهم او ناكل بقى بعد فيه وشو بدك تنهيها؟
انا انتهيت سولتي. يعني بعتقد بدي اروح ركض على الاوتيل حتى نعمل the last piece of chocolate, my favorite chocolate, one very intense 80% dark chocolate من عند بيير ماركولين. بنخلصها on classy notes. بس بشرط بكره الصبح جاي انت ما تعمل سبويل. انا بهديني ما بسمع كثير. ما بسمع ابدا بهديني. الساعه 6 الصبح جاي تعمل سبويل. رح نخلص برمتنا بهيدا فلور دو كاكاو ماي فيفورت شوكليت فيري كلاسي هاي اند. بيير ماركوليني عنده شوكولا هو بجمعهم مش بيدوب ذا فيمس فالرونا او كالبو. البراندينج كثير حلو 9 سكويرز لذيذين طقطهم حلوه. سمعتي؟ رح ارجع عيدها سوبر ويل تمبرد. بس بدنا خدمة بس بليز شوي شوي لأنه هيد الحبة اللي بإيدك حق 2 يورو عن جد. لا بدي أقول ما بدي أقول شيء إنه حقها بأوروبا 9 يورو توصل على دبي حقها 18 يورو إنه شو أخذ برايفت جيت anyway is it worth it oh yes it is. Oh wow. It's a different level of chocolate. Super intense. No sugar. Very nice crunch. Amazingly tempered. 85%. Amazing. Fleur de cacao. بيطلع على المنخار. Aromatic. بيعبي الراس، بيعبي سقف الحلق، بيعبي اللسان. Wow. أكيد في عندهم كذا flavors، صح؟ Depends on the country. We could say from on Brazil, Madagascar, or Cairo. I love it. So enjoy. And. هلا كداشت يورو بحقلي بقى بالتاني. And. قلت لك سيربريز. طب خلصنا عن great notes. كمان an indulgence أنا بحبها كتير. شو عنا هون؟ مارون غلاسي. glazed chestnuts اللي نحن معروفين فيهم بنتكلم على نويل كمان عند بيير ماركوليني قصة ما فيها سكر إلا شوي مبينة واضحة ما فيها سكر إلا شوي it's a chestnut مطبوخة ساعات glazed بسكر تفضلي أنتوني بدل الساعة في ساعتين بكرة صفار أوكي أنا رح كون عم ببكي ساعات بفكر يعني انه صرت ساعتين انه هاي الحقبه حقها 5 دولار واحد حط كاتشي واحد بصير كثير دولارين ونص دولارين ونص but it's worth every penny واو انتوني او ماي جاد واو مان واو شو هتكون بسطتي معي ما تاخذي وجه كثير لانه رح نعمل 2 كيلو بالنهار سواء من عيد الا مره بالسنه ولكن فكرت انه عرفت انه اي وود ريزيست بس بصراحه والشوكليت ومعك خصوصا اي كودنت لكن انبسطت انه قضينا وقت سوا انسنت سويتس برجع بذكركم ار شوجر فري ديري فري جلوتين فري فيجن مزبوط اند يت اليوم عملت ذس سوبر 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 سترونج تشالنج انا تقضي وقت معي Thank you so much. Thank you so much. تعليق أولادية. Thank you. و see you in the next حلقة.